الوصفه ديالهم ان شاء الله غادي لكم واحد الطويجين ديال الكفته والحمص والشيفلور مقلي بنينه وسهله التحضير. دير لايك قبل ما تبدا الفيديو ونبدا على بركه الله. اول حاجه كنشدوا بصله كنحكها وكنحيدوا منها الماء وكنقطعوا شويه ديال المعدنوس الملحه البزار التحميره والكمون ونجيبوا الكفته ديالنا ونخلطوا كل شيء مزيان ونحاولوا نكوروها على الشكل كيف ما كتشوفوا. وفي الطويجين نديروا شويه ديال الزيت ولا الزبده ونسرحوا الكفته ديالنا نخليوها تقلى على خاطرها. من بعد نزيدوا على الطويجين ديالنا باش يكمل الطياب ديالها. من بعد ما كطيب كنحيدوها وكنخليو الليدان ديالها وكنشلطوا بصيله صغيره وكنديروها فوق الطاجين وكنحكوا واحد شويه ديال الثومه كنخلطوا كلشي مزيان. كنضيفوا لاصوص طوماط وشويه ديال المعدنوس والملحه والكمون والتحميره ونحركوا كلشي مزيان ونرويو شويه بهذاك الماء ديال لاصوص اللي كيشيط لينا كيف ما كتشوفوا. نزيدوا على الطويجين ديالنا باش لاصوص طيب على خاطرها. من بعد كنجيبوا الحمص اللي رقدناه وسلقناه ولا كناخذوه معلب ديريكتوم وكنديروا فوق لاصوص طوماط. ومن بعد كنصفوا فوق منا الكفته اللي ديجا حضرنا وكنسدوا على الطواجين ديالنا. من بعد في اناء كنطرطقوا فيه جبيضات وكنضيفوا عليهم الملحه البزار وشويه ديال الثومه بودر والمعدنوس وكنخلطوه مزيان وكنجيبوا الشيفلور اللي سلقناه ديجا كنغمسوه مزيان في البيض وكنقليوه في الزيت سخونه. ومن الطواجين ديالنا كيطيب كنحيدوه من فوق البوطه وكنصفوا فوق منه الشيفلور ديجا طيبنا شويه ديال المعدنوس وما نساوش شي مزيوده تكون حاره ومسمومه. وهالوصفه ديالنا وجدات كيف ما قلت لكم راه سهله التحضير ولكن المذاق رائع. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. بالصحه وراحه.